ينضم إلينا الناطق باسم شبكة شام بدمشق وريفها سلام محمد. سيد سلام، أهلا بك لهذه النشرة. بداية، كان هناك إعلان من قبل التلفزيون السوري عن وقوع انفجار وسط العاصمة، هنالك أيضا أنباء غير مؤكدة عن انفجار كبير في مطار المزة العسكري بدمشق، ماذا لديك عن هذين الخبرين تحديدا؟ نعم أخي الكريم، هناك انفجاران قويان هز العاصمة دمشق قبل قليل بسيارتين مفخختين. الأولى تم استهداف حواجز الفرقة الرابعة على مقربة من مطار المزة العسكري، والأخرى استهدفت التازية العسكرية القريب من مطار المزة العسكري، وسحب الدخان تتصاعد في سماء المنطقة، وسيارات الإسعاف تتوجه بشكل مكثف إلى مكان المستهدف سالكة أو أسراب المزة، وأغلاق جميع مداخل المتجهة باتجاه مطار المزة وباتجاه السومرية، وتلاهو ذلك أيضا قصف عنيف جدا باتجاه معظم مناطق العاصمة دمشق الجنوبية من حي التضامن وحجر أسود ويلدة وبابيلة ومعظم أنحاء المنطقة الجنوبية، مصدره جبل قاسيون والفرقة الرابعة وجبال الفرقة الرابعة. أخي الكريم، نعم، أشكرك جزيلا على هذا الإيضاح. سيد سلام محمد الناطق باسم شبكة شام، كنت معنا من دمشق.